دكتور محمد، طبعا الاتصال هو بيتكلم ازاي يقال كده على الشيخ شعراوي وغيره من الرموز. طيب، هو في سؤال بيطرح هنا، احكم ازاي على اللي قدامي انه رمز؟ انا في بعض المعايير اللي المفروض تكون متواجده في الشخصيه اللي قدامي، في العالم، في الفقيه، علشان اقول ان ده رمز من رموز الاسلام، لان كلمه رمز اسلامي كلمه ما هياش صغيره، كلمه كبيره هيبنى عليها كتير. يعني الحقيقة هناك أمرين أساسيين في هذا الجانب. الأمر الأول مقدار انتشار هذا الشخص، وكثير من الناس يظنون أنه هذا هو الأمر الوحيد في كونه رمزا، أنه الناس كلها تعرفه، الناس كلها تعرف اسمه، تعرف شخصيته، تعرف صورته، ربطت بين صورته وبين علم ما جعلت صورته. يعني إذا قيل التفسير قيل الإمام الشعراوي، وإذا قيل الإمام الشعراوي قيل التفسير في عصرنا الحاضر. ربطت الناس بين هذا الاسم وهذا العلم، إذن هذا رمز في هذا العلم، وهذا وحده يكفي لنجعله رمزا. الحقيقة هذا ليس صحيحا. يعني إذا قلنا إنه رمز للإسلام أو رمز إسلامي، فيجب أن نضيف قيدا آخر مهما جدا، وهو موافقة جمهور العلماء المعاصرين له معاصر جمهور العلماء الذين عاصروه أن يوافقوه في آرائه. وإلا فإن كثيرا من المعاصرين يعرفهم القاصي والداني. يعني إذا قيل مثلا عن المياع الفكرية مثلا، تبادر إلى الذهن ميزو مثلا، الشيخ ميزو كما يسمونه. أيوة. يعني ما شاء الله عارف الشخصيات المصرية. فهذا ليس رمزا إسلاميا، يعني تسميته برمز إسلامي هذا خطأ. هو رمز في المياع الفكرية، رمز في التسيب، رمز في تضييع الواجبات والحقوق. تضليل يا دكتور. رمز في التضليل، رمز في التبعية للحاكم، رمز في كذا، هذا في جانب، لكن لا يسمى رمزا إسلاميا. إذا أردنا أن نضيفه إلى الإسلام فلا بد مع تميزه في شيء ما، ومعرفة الناس له، وكونه شخصية فعلا جمهورية إن صح التسمية أو جماهيرية، مع هذا لا بد من قيد مهم جدا، وهو موافقة العلماء الذين يعاصرونه له. إذا وافقه العلماء الذين يعاصرونه، فمعنى هذا أنه لم يخرج عن ثوابت الشريعة الإسلامية. معنى هذا أنه إنسان منضبط بضوابط الدين الإسلامي. وإلا فإن كثيرا من الناس إنما عرفه الناس لشذوذهم. والقاعدة مشهورة، خالف تعرف. فإذا ربطنا بين المعرفة وبين كونه رمزا، هذه مصيبة كبيرة. لا، الحقيقة يجب أن نضع هذين القيدين أمامنا. نتكلم عن شخصية معروفة مرتبطة بعلم ما، بفن ما، بقضية ما، وهذه الشخصية أيضا يوافقها علماؤها، العلماء الذين عاصروها يوافقونها في آرائها. في هذه الحالة يمكن أن نقول عنه إنه رمز إسلامي. الرمز الإسلامي هو ليس بالضرورة محل إجماع بين الناس، لا، هذا ليس ضرورة. يعني لا ننتظر نقول والله هناك من انتقد الشيخ الشعراوي مثلا، أو هناك من قلل من شأنه علميا، أو هناك من تحدث عنه. لا ننتظر إجماع الناس، لأن الناس لم يجمعوا حتى على وجود الله تعالى. صحيح. هناك من ينكر هذا بلسانه، هناك من ينكر هذا بلسانه، هناك من ينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فلا ننتظر أن يجمع الناس على شخص ما. نعم، هناك منتقدون، هناك من يقلل من قيمته العلمية، هناك من يتحدث عن كل رمز في التاريخ الإسلامي، وليس فقط الرموز المعاصرة. وكما تحدث التقرير قبل قليل، يعني الرموز الإسلامية كان في انتقاد لها، وهذا أمر سيء ومشكلة وكذا، لكن الأخطر أمر حديث، هو أمر قديم جدا من وقت الدولة الأموية العباسية ويليها الدولة العثمانية. نعم، الأخطر منه هو انتقاد النظم الإسلامية التي مثلتها الدول الإسلامية سابقا، دول الخلافة سواء الأموية، العباسية، العثمانية. الانتقاد النظم الإسلامية بشكل عام هو أخطر بكثير من اختصار من انتقاد أو الاعتداء على الرموز الإسلامية.